الشعر حكمه بيت ولا شطر بيت، ولو تحصل سجلتها في حسابي اليوم اشوف الوضع مجري وانا جريت، ازعل من ادنى شيء وافقد صوابي، كم استفدت من التجارب وعانيت وطلعت منها راس مالي ثيابي، ومن قال بسوي واسوي وسويت ترى سلبي قبل يكون اجابي، حتيش لو اوحيت ما كني اوحيت اقول خل اللي بابي يبابي، دامه يقابلني بدا بكل ما جيت لغبت خلوه يهرج في غيابي، وان صار عندك نوع ضيقه ومليت اللي دخلت المسجد اقرا الكتابي، وارفع يدك الليل تقواه صليت ودعه وتبشر بالاجر والثوابي، والله كريم ويرحم الحي والميت رحوم لكن شديد العقاب.